الموروث المعظم فضل دعمه شامل الموروث كله قاد شعبه من تقدم لتقدم والعماني في نعيم وتحت ظله مهرجان وملتقى وحفل منظم وركض هجن في البشاير نحتفله الاندفاع اللي انطلقت في هذا المسار ما شاء الله وتبارك الرحمن هو يوم للرموز هو يوم للمنافسة هذا المهرجان الذي يأتي بدعم وتوجيهات من سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه محاولات أخيرة محاولات مستميتة تقدمها الطير الصدارة على المركز الأول مزاج على الصدارة ولكن الطير سلام صاحب السمو السيد أسعد من طارق السعيد الموقر التداها مع ميزة